بدي أعطي سكوب عندك اليوم على شغلة كتير مهمة عم نشتغل عليها، تفضل. وإن شاء الله السلطات المعنية، لما بقول السلطات بحكي السلطات التشريعية والتنفيذية اللي هن شركائنا كلهم بالحكم وبالبلد، يسهلوا لنا أمورنا. نحن اليوم وزارة الاقتصاد بدأنا العمل بشكل جدي على مفهوم طال انتظاره، اللي هي بدي أول مرة أحكي فيها من عندك اليوم، تفضل. إنه بدأنا العمل الجدي والجدي جداً بتطوير وإنشاء بروتوكولات مع دول وأسواق جديدة. وكمان حقول لك وين، من دون ما نحكي بالبلاد المعينين، نحن نتجه في شيء بيقول لك اتجه شرقاً وجنوب. نحن اليوم عم نتجه هالأسواق بالقارة الأفريقية، وحنفاجئ العالم، حنفاجئ العالم، لأنه نحن تبين معنا انه في بلدان بالقارة الأفريقية كثيرة بتحب المنتوجات اللبنانية، صح، عندها استعداد انه تستورد المنتوجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية بكميات كبيرة لدرجة ممكن تستورد كل شيء بنصنعه. حلو، لهالدرجة. لا، ما عم نحكي ببلد واثنين، يلا طوني شرفينها معلي. لأنه مشكلتنا نحن ضلت أسواقنا محدودة وارتبطنا بمعاهدات دولية خنقت لبنان، واليوم لم تعد لصالح لبنان، يجب تعديلها، يجب إعادة المفاوضات فيها. فهذا عمل بده وقت، بده جهد، وبده تضافر كمان قوى. هل برأيك بده سنين يعني؟ لا لا، ما بده سنين. أنا بده شوية وقت. أنا كل أمل أنه يمكن نقدر نعمل أول إنجاز خلال عهد هالحكومة. حلو. يعني نعمل أول بروتوكول مع دولة أفريقية. عم نحكي عملية أشهر أو مطلع السنة الجديدة. بيكون إنجاز. بس فتح أسواق لنريح المزارع اللبناني، لنريح الصناعي اللبناني، ولنريح كل الصناعات الغذائية تحديدا، ونفتح لها أسواق جديدة تقدر تروح لها. نحن عنا نقص بالكادر بلبنان، بالكادر اللي عنده المعامل اللي عندها اختصاصية، أو كمان المعامل ما عم تتبنى من الجامعات هالشباب تدفع لهم معاشات يقدروا يعيشوا بهالبلد بكرامة ويكملوا مشروع الصناعة مثل ما هو لازم. العائق اللي هي الأساسية هي كلفة الطاقة، كلفة الطاقة الباهظة اللي نحنا ما عم فينا لقيا، يعني بالنسبة لتوليد الكهرباء قدي بدنا محروقات، قدي بدنا قديش المشاكل اللي عم نصال لأوقات، مثلا اعتبر مثلا عم بيجي مثلا المازوت عم بيجي نوعية مش منيحة، مثلا مشان الموتورات ومشان المكانات اللي عندك الغذاء بقى هون، هيدي المشكلة تبعنا الكبيرة.